في خلقه شؤون، برنامج يأخذنا في رحلة علمية دينية شيقة بين السماوات وآفاقها والبحار وأعماقها والأرض وطبقاتها، حيث تتجلى قدرة الله تعالى ومظاهر حكمته وإبداعه في مخلوقاته التي سخرها لخير الإنسان. في خلقه شؤون حلقات تجمع بين ما ورد في القرآن الكريم حول الإنسان والحيوان والنبات والجماد وآخر المكتشفات العلمية التي تبين أسرار الكون والحياة والحكمة الإلهية في صنعها وتقديرها. ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم 37 مرة في آيات تتطابق بشكل كامل مع الحقائق العلمية اليقينية، فقد وصفت الآيات القرآنية الشمس بأنها ذات ضياء، إذ قال تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء، ووصفها بالسراج في سورة الفرقان فقال: وجعل فيها سراجا. فالسراج يحرق الزيت ليصدر الضوء والحرارة. وأثبت العلماء أن الانطلاق المستمر للطاقة من الشمس يأتي نتيجة التفاعلات النووية التي تجري بداخلها بصورة مستمرة ومستديمة، وتحول عنصر الهيدروجين الذي يشكل 75% من كتلة الشمس إلى عنصر الهيليوم بفعل حرارة باطن الشمس التي تصل إلى 20 مليون درجة مئوية، فينتج عنه الضوء والحرارة. ويقول علماء الفلك إن الشمس في منتصف حياتها وهي في قمة التوهج، وإنها خلقت قبل 5000 مليون عام تقريباً، وسينتهي عملها بعد 5000 مليون عام تقريباً، إلا أن الأعداد الحقيقية لا يعلمها إلا الله. وقد حدثنا الله تعالى عن نهاية الشمس في سورة التكوير بقوله: إذا الشمس كورت، بمعنى أنها ستستهلك كل الوقود الموجود فيها وتتكور على نفسها، أي تتجمع على ذاتها في يوم القيامة. وتدل الدراسات العلمية على أن الشمس تفقد في كل ثانية نحو 4,500,000 طن من كتلتها لتتحول إلى إشعاع، أي ما يصل إلى نحو 390 مليار طن في اليوم الواحد. حافظت الشمس وفق الميثولوجيا الصينية القديمة على الأرض والحياة عليها، وعد المصريون القدماء ظهور الشمس كل صباح دليلاً على بعث الإنسان وعلامة على انتصار الإله رع على قوى الفوضى خلال رحلته الليلية. وقد عبد الإنسان الشمس قروناً طويلة وسجد لها من دون الله، فنظر إلى الشمس على أنها مصدر للقوة والطاقة، فأرسل الله تعالى رسله لصد هذه العبادة، ومنهم النبي إبراهيم عليه السلام، إذ آتاه الله الحجة في التوحيد وضحض الشرك على قومه، ليؤكد بها على تسخير الشمس لخدمة الإنسان، وذلك في سورة فصلت، حيث يقول تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، ما يعني أنهما مخلوقان مدبران. الشمس نجم متوسط الحجم، تبعد عن الأرض مسافة 150 مليون كيلومتر في المتوسط، وهي على هيئة كرة نارية ملتهبة تسبح في كون واسع. يبلغ قطرها حوالي 1,400,000 كيلومتر، أي ما يزيد على 110 مرات قدر قطر الأرض. أما الجاذبية على سطحها فتبلغ 28 مرة ضعف جاذبية الأرض.
ويتركب جسم الشمس من ثلاث طبقات: النواة المركزية، يصل طول نصف قطرها إلى 200,000 كيلومتر، أي ما يعادل 28.76% من نصف قطر الشمس. وضمن هذه النواة تجري التفاعلات الحرارية الذرية كلها، ويصل الضغط فيها إلى أكثر من 220 مليار ضغط جوي. الطبقة المتوسطة درجة حرارتها ليست كافية لحدوث التفاعلات الحرارية الذرية، وتتحرك الطاقة ضمن هذه الطبقة نحو الخارج بواسطة الإشعاع، ويصل طول نصف قطرها الخارجي إلى 450,000 كيلومتر. الطبقة الخارجية يصل سمكها إلى نحو 200,000 كيلومتر، وتتناقص درجة الحرارة باتجاه الأطراف والهوامش والسطح بصورة محسوسة جداً، إلى درجة تبدو معها المادة الكونية شديدة الامتزاج والخلط بفضل تيارات الحمل الحراري المهمة التي تلعب دوراً جوهرياً أيضاً في مجال نقل الطاقة نحو الخارج. وحدثنا الله تبارك وتعالى عن حقيقة كونية تتعلق بمدار الكواكب، وذلك بقوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، في إشارة إلى اختلاف المدارات بين الكواكب في مجموعتنا الشمسية، فكل كوكب يدور في فلكه الخاص، للشمس مدار وللقمر مدار، وهذان المداران لا يتقاطعان. وكشفت الدراسات الفلكية أن الشمس تدور حول محورها المركزي كبقية الكواكب التي تدور حولها، وتستغرق هذه الدورة حوالي 25 يوماً، بينما تستغرق دورة الشمس حول مركز المجرة نحو 230 مليون سنة لتكمل دورة كاملة، وقد أكملت 18 دورة فقط خلال عمرها البالغ 4,600,000,000 سنة. ووصف القرآن الكريم حركة الشمس بالجريان بقوله تعالى: والشمس تجري، إذ كشفت الدراسات عن حركة اهتزازية للشمس للأعلى وللأسفل، تبدو معها وكأنها تصعد وتنزل وتتقدم للأمام في مدار يشبه مجرى النهر، تظهر فيه الشمس كجسم يسبح، وتبلغ مدة الهزة الواحدة 70 مليون سنة. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها في أول آية من سورة الشمس في قوله: والشمس وضحاها. والضحى هو ضوء الشمس الذي ينير كل بقعة من بقاع الأرض تقع عليها أشعة الشمس، وهي إحدى النعم العظيمة التي أنعم بها الله تعالى على الإنسان في حياته، في تحويل ملايين الأطنان من كتلة الشمس إلى طاقة تبعثها الشمس باستقرار وثبات واستدامة. شخر كثير وهو نايم. ايش العمل؟ اتطلق. انا اقول لك حل احلى. كل ما غني اللي حوالي بسكتوني. وتعالى اقول لك احلى حاجه فيا كفايه. حق نوال هتروحي البيت في شهر العسل؟ لا يا شيخه. محسن لا تكمل الزواج هذا.
انت حلك يا عثمان تتجوز ارمله. الغرام حلو والله. شنو هاللبس اللي لابستها؟ ترى انا ريال. اخطب واحده ثانيه. يا عيني. أهلاً. أهلاً. أكون أنا بتكلم. أنا وإيه وحيدة طيبة. طب طب. طاق. بلوك. سويت لها بلوك وهي زعلت؟ ما لها حق أبداً. اقفلي مع السلامة. استشارات المشاهير يومياً 8:00 مساءً على SBC. يعرض على منصة الأولى. رمضان عندنا. الراشدون هدياً، الخالدون ذكرى، من قاموا مع الحق وناصروه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتدارس مواقفهم في الأيام الخالية، ونقتبس من سيرهم الخالدة التي إن اقتدينا بها اهتدينا. رحلة نصحبكم فيها طوال شهر رمضان المبارك، نستعرض فيها حياة الصحابة رضوان الله عليهم، ونتناول فيها شيئا من قصصهم ومواقفهم وأحاديثهم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. دكتور عامر متخصص في تربية النشأ. انت مين؟ انا البروفيسور. يالا العيال دي عايزة ويجز. هم لحقوا يجوعوا. شيكا شيكا دادا حنعفي للرياضة. طب شيكا شيكا هتسقط لعنة الفراعنة. لا لا احنا مدرستنا مش كده خالص. العيال بتوع الناشونال والانترناشونال نازلين دب في بعض. استعنا على الشاي بالله. دايما عامر يوميا 10:00 مساءً على SBC. يعرض على منصة الأولى. رمضان عندنا. شنو أسباب العطل؟ أنا إيش دراني شنو أسباب العطل أنا؟ تشيلني. إذا بدش داخل كملي حلمك. يلا يبا يلا. تشيلني. أنا اليوم ياي أبي أخطب أمك. أبي أكون حمامة سلام بينكم. لا تتوتر. أنا عقلك الباطن. تحضار الأرواح الأخيرة. حمد اتوقع نوري كاف. ان المرأة هي المرأة مهما كانت ومهما بلغ فيها العمر. لا لا قوية السالفة نار. على عقلك. زواج الا ربع يوميا 8:30 مساءً على SBC. يعرض على منصة الاولى. رمضان عندنا. لولا العقوبة حفرت القبر بيديني وارمي كفنها واضم الصدر وابكيها. أنا عندي وصية ما تعرس لين يابس قبري. عزيناك وكرمناك وتدعي علينا. يا سعيد أنت ماتتهم يا بارك الله فيك. القبيلة والشيخ كلهم ماتوا ولا عاد في شيء اسمه بنت الشيخ. البنت اختار اللي اختارها لها أبوه. أبيع واحد من عيالي ولا بي. إن شفتك بالمقبرة حسيت رجليك. الاطلاع والمعرفة غريزة بشرية، ما هي بحكر على أحد، بل ممكن صغير يتفوق عليك فيها. الإنجازات هي اللي تحدد من أنت، والسؤال لك إيش قدمت. وهبنا الله أجمل وطن امتد عطاؤه من بلد لبلد. عمارة الأرض واجب إنساني، قدم الوطن فيها أجمل صور العطاء، حقق معنى الإعمار في الكثير من جوانب الحياة لم يحدد لها زمان أو مكان. شجرة خير جذورها المملكة امتدت غصونها فظللت بأوراقها العالم في تجسيد رائع لإعمار الأرض. أعمار الأرض 2 يومياً 5:00 مساءً على SBC. يعرض على منصة الأولى. رمضان عندنا.
أول برنامج مسابقات على مستوى العالم، برنامج يبرز لنا أصوات القراءة المهرة، يجمع المتسابقين في تلاوة القرآن والأذان معا. البرنامج يهدف لنشر المعرفة القرآنية لدى جيل المستقبل. أكثر من 40,000 مشترك من مختلف دول العالم، تأهل منهم 36 قارئ يتنافسون أمام لجنة تحكيم من مشايخ فضلاء. عطر الكلام برنامج توحدت فيه أصوات المسلمين. إن تقدير الله عز وجل لحجم وكتلة الشمس مكنها من البقاء في حالة غازية أو شبه غازية، كما بقيت ملتهبة ومتوهجة بذاتها. ولو تغير حجم الشمس وكتلتها ولو قليلاً لتغير سلوك مادتها تماماً، أو انفجرت أو انهارت على ذاتها. يستغرق الإشعاع الشمسي 8 دقائق و33 ثانية حتى يصل إلى الأرض التي تلتقط قدراً ضئيلاً جداً من الإشعاع، وهذا القدر على ضآلته مقدر تقديراً حكيماً، فهو كاف لإتمام سائر العمليات الأحيائية على الأرض. تقدم الشمس علاجاً مجانياً للإنسان، إذ تؤثر أشعتها على خلايا أجسادنا تأثيراً إيجابياً، وتساهم في مساعدة هذه الخلايا على إنتاج فيتامين دي الضروري جداً للإنسان، حيث يصنعه جسم الإنسان نتيجة تعرضه لأشعة الشمس من 5 إلى 10 دقائق مرتين أو 3 أسبوعياً، حتى إن العلماء اكتشفوا حديثاً أن فيتامين دي يقي الإنسان من السرطان، كما يبعد عنا مرض نخل العظام عند التعرض لأشعة الشمس باعتدال. تبث الشمس كميات هائلة من الطاقة مجاناً دون أي مقابل، حيث قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وسخر لكم الشمس. ويمكن الاستفادة من طاقة أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية، وتشمل التقنيات التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية الإيجابية استخدام اللوحات الفولتوضوئية والمجمع الحراري الشمسي مع المعدات الميكانيكية والكهربائية لتحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى مفيدة للطاقة. وتعمل العديد من شركات السيارات الذاتية الحركة على تصنيع سيارات تعمل بالطاقة الشمسية. تخطط دول العالم المتقدمة علمياً واقتصادياً لإنشاء محطات عملاقة في الغلاف الجوي لجمع الطاقة الشمسية. وفي سياق متصل تعكف وكالة ناسا على تطوير أقمار صناعية يمكنها أن توفر ثلث أو نصف الطاقة التي يحتاجها العالم بحلول عام 2025، ومنه قمر صناعي ابتكره العالم جون مانكنز الذي أوكلت إليه وكالة الطيران والفضاء الأمريكية مهمة استكشاف إمكانية استخدام الألواح الشمسية في الفضاء بهدف تحويل الطاقة إلى الأرض. وكان العالم الأمريكي بيتر غلاسر أول من اقترح نظرية توليد الطاقة الشمسية من الفضاء عام 1968. ويشير العالم الدكتور نيفيل مارزويل من وكالة ناسا
إلى أن التكنولوجيا قادرة الآن على تحويل الطاقة الشمسية الفضائية إلى الأرض بمعدلات كبيرة. وتعمل الصين على مشروع إطلاق شمس الصين الصناعية المتمثل في الطاقة النظيفة وغير المحدودة، وتسعى إلى تطوير مجال فيزياء الاندماج النووي للأجهزة المختصة مثل جهاز آيتر الذي سيكون أكبر مفاعل اندماج نووي في العالم عند اكتماله في عام 2025. وتكمن الفكرة وراء أبحاث الاندماج النووي في إعادة إنشاء العملية التي تستخدمها الشمس لإنتاج كميات هائلة من الطاقة. توضح الآيات القرآنية عن الشمس مدى الإعجاز والتحدي في خلق هذا النجم الذي لا نستطيع العيش من دونه، وأن هذا النظام الكوني الدقيق إنما هو بتقدير من خالق عزيز عليم بكل شيء. سخر الله لنا الشمس لعمل محدد، وعندما تنتهي مهمتها فإنها سوف تختفي وتزول بإذنه تعالى، والله أعلم كم له في خلقه من شؤون. لكوننا إله في خلقه شؤون، النور والظلام والصوت والسكون، من خلقه كبير كالشمس والنجوم، من خلقه صغير لا تبصره العيون. في السماء من فوقنا يطير، سبحان من أعطانا من علمه الكثير، نستخرج المعادن وننسج الحرير، نجوم في البحار للؤلؤ الفريد، والطير في السماء لكم.